مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات احلى الاوقات. زي ما وعدناكم ان احنا هيكون معانا في اول الحلقات ان احنا هيكون معانا مواهب كتير. النهارده الموهبه بتاعتنا موهبه مختلفه شويه. سنها صغير، بتحب الكتابه جدا لدرجه ان هي عملت كتاب بيتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. لما عرفت ان سنها 18 سنه استغربت، يعني انت ازاي عملتي كتاب بالاهميه دي؟ كتاب بيناقش موضوع مهم جدا وبيحتوي على قصص حقيقية. نزلت بقى يا ترى، راحت مستشفيات، شافت ناس مريضة فعلا عشان تكتب الكتاب ده وتبقى يبقى كلامها بيلامس الحقيقة بجد ولا لا؟ ده اللي أنا استغربته. يعني انتي لسه سنك 18 سنة وفي ثانوية عامة، في زمن قال لي فيه ان الشباب شوية تكون بتحب تقرأ كتب، تقرأ روايات، تكتب، بقت اسهل حاجة تعملها ان هي تدخل على الفيسبوك او اي حاجة، لو قرأت مثلا 10 سطور ولا كده بيزهقوا. هتكلم معاها اشوف هي الكتاب فكرته جات لها ازاي، عملت ايه، كل الحاجات دي هعرفها النهاردة مع الكاتبة الجميلة الصغيرة أميرة أبو عوف. ازيك يا أميرة؟ ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انت فاجئتيني بالكتاب اللي انت عاملاه. اسمه الكتاب اسمه كانسر لأميرة أبو عوف، وان شاء الله هو منتظر في معرض الكتاب. ادي الكتاب اهو، حتى هي كمان كاتبه من ورا كده شوية كلام يعني شدني قوي ان انا برضو اقراه. كاتبه: ما اخبثك رغم ان جسدي استقبلك بكل ثقة ورحب، لكن تبقى خبيثا ولئيما. أتظن بقواك السخيفة وأفعالك هذه سوف أضعف. يا لك من مجنون وسخيف وضعيف. أتظن بإني أغرق بدموعي. يا لك من مسكين أيها السخيف. الكتاب يعني شددني إن أنا أقرأه، فكلميني شوية عن الكتاب ده نبذة صغيرة وبعد كده هندخل فيه أكتر. تمام. هو الكتاب دعم للمرضى نفسهم، في قصص للمرضى انا نزلت شفتهم واتكلمت معاهم وكتبت انا القصص دي، وفي ناس من على السوشيال ميديا جبت القصص بتاعتهم وقمت كاتباها في الكتاب. وبدايته بقى ازاي الاهل يتعاملوا مع المرض، لو مثلا طفل عندهم جاله المرض او حد من قرايبهم، ازاي المريض يتعامل مع المرض، ازاي الناس اللي حواليهم يتعاملوا معاهم او يعني يتصرفوا معاهم ازاي، التصرف الصحيح مع مرضى الكانسر، صح؟ تمام. طيب بصي، هو احنا موضوعنا النهارده الكتاب، بس انا عايز اعرف انت بتكتبي، كتبتي حاجه قبل كده؟ انت سنك صغير فده اللي محيرني. دي اول تجربه ليكي ولا انت كتبتي حاجات قبل كده؟ لا، كانت بدايتي خالص ان انا كتبت فكره فيلم، بس هي ما اتعملتش لسه. وبعد كده جت فكره بقى ان انا ابتديها بكتاب الاول وبعد كده اتجه لفكره الفيلم تاني. بس دي كانت اول حاجه تكتبيها؟ الفيلم، صح؟ تمام. في حاجة تانية كتبتيها غير الفيلم والكتاب؟ انت كنت دردشتي معايا كده وقلتي ان انت بتكتبي حاجات هي زي خواطر. حاجات زي خواطر صغيرة كده كنت بكتبها مع نفسي في البيت، لما اكون حابة ان انا عايزة اكتب او اتكلم او كده كنت بكتبها مع الموبايل. بس دي الحاجات اللي انا كنت بقدر ان انا اكتبها. طب انت جمعتي بين ان انت تتفرغي ان انت تكتبي كتاب بالأهمية دي، يعني انا شايفة ان هو كتاب مهم جدا وبيناقش موضوع مهم جدا، ازاي اتفرغتي وانت في ثانوية عامة ان انت تكتبي كتاب زي ده؟ ابتديتها في الأجازة، كنت بنزل في الأجازة واروح واشوف واتكلم. ابتديت الأول ان انا كلمت طفل على السوشيال ميديا وهو اللي اداني الفكرة ان انا اكتب القصص بتاعتهم. ابتديت ان انا انزل، رحت شفته وابتديت ان انا انزل اكلم مع الأطفال في المستشفى. ابتديت ان انا اجمع كل حاجة عايزة اكتبها في الكتاب لغاية ما دخلت ابتديت في دراسة بقى، وكنت انا جمعت كل حاجة وابتديت اكتب. طيب كلميني بقى عن الكتاب، يعني ايه المحتوى بتاع الكتاب من جوه؟ المحتوى بتاع الكتاب بدايته ازاي نتصرف زي ما قلت لحضرتك مع المرضى وكده. بعد كده مع كل موقف او مع كل تصرف في شخصيه في النص ازاي اتعاملت مع المرض. الشخصيات الاولانيه ممكن اكون جايباهم من سيرش على النت ما قابلتهمش. بعد كده ابتديت بقى ان انا ادخل الاطفال اللي انا رحت اتكلمت معاهم وقصصهم وازاي اتعاملوا معاهم وبس. يعني انت الاول بدات ان انت تعملي سيرش على الفيسبوك، مين الناس اللي عندهم، او هو بيقتصر على الاطفال بس يعني؟ لا، ولا في سن كبير. يعني انت عملتي الاول سيرش ان انت تبحثي عن ناس عندهم كانسر، ودرستي القصه بتاعتهم وشفتي مرحله العلاج وصلت لايه بالظبط،
ودخلتيها في الكتاب. اه غير كده ان في قصص حقيقيه على ارض الواقع، ان انت نزلتي شفتي اطفال عندهم نفس نفس المرض واتكلمت معاهم وكاتبه القصص بتاعتهم. بس طيب اتعاملتي ازاي يعني لما جيتي روحتي مثلا تزوري حد عنده حاجه زي كده كانسر، يعني اول ما دخلتي ليه روحتي الاول مستشفى ولا روحتي له البيت ولا عملتي ايه بالظبط؟ انا كنت الاول متعامله مع محمود على النت. هو محمود المفروض كان يبقى معانا النهارده. انت قلتي ان هيبقى معانا طفل اسمه محمود، وكان المفروض ان هو يبقى معانا في الحلقه دي، بس للاسف هو تعب وعمل عمليه من يومين فما قدرش ان يجي. ان شاء الله ربنا يشفيه، وبنوجه له رساله ان شاء الله ربنا يشفيك وتبقى بطل عظيم كده. تمام. هم مسميين محمود الهيرو في المستشفى بسبب ان هو بطل وكده، وحبيت ان انا اكتب قصته بسبب شجاعته، ان هو بجد شجاع جدا، وهو اللي اواني ان انا اعمل حاجه زي كده بكلامه. انا ابتديت ان انا اتكلم معاه واتعامل معاه على النت الاول، وكلمت مامته، وبعد كده رحت له واتكلمت معاه، وقعدنا بقى ندردش كده ازاي يعني القصه بتاعته مع مامته، ازاي ابتدى، ازاي جاله المرض كده. وبعد كده ابتديت اكتب، انا اسجل انا كل اللي هما بيقولوه، وبعد كده ابتديت ان انا اكتبه. طيب لما جيتي تروحي مثلا لحد، واجهتي مثلا مشكله من اهله ان هما مثلا يرفضوا لا ما مش عايزين؟ لا ما واجهتش اي مشكله خالص، بالعكس اهلهم كانوا حابين جدا الموضوع ان انا اعمله. لما قلت لهم الفكره وقلت لهم ان هو كتاب مش هيبقى كماده علميه، لا ده هيبقى ان انا ادعمهم فيهم يعني مش ماده علميه خالص، فحبوا الفكره جدا وبقوا يساعدوني ان انا اعمل كده. طب انا برضو عايز اعرف حاجه، انت في سنك ده مثلا ازاي كتبتي يعني الكتاب؟ جاتلك فكرته ازاي ان انت تقعدي وتكتبي اللغه العربيه والكلام اللي هو الكبير ده؟ هي بداية خالص انا ما كانش عندي خالص الموهبه، او ان انا كنتش عارفه ان انا عندي الموهبه. بدات خالص من سنتين ابتديت ان انا ادرب نفسي على الكتابه او على ان انا اكتب اللغه العربيه، وكنت قاعده في يوم عادي ما فيش مشكله. بنت عمي ياسمين هي اللي قالت لي على ان انا اكتب عن الكانسر، وفعلا بدات الفكره تشتغل في دماغي وعملتها. يعني مثلا مامتك وباباكي لما قلت لهم انا هكتب كتاب، ما قالولكيش تكتبي كتاب ايه؟ انت في ثانويه عامه انت لازم تذاكري وسيبي مثلا الكتاب ده لما تخلصي ثانويه والحاجات دي، وواجهتي صعوبه في الموضوع ده؟ لا بالعكس، ان هو ممكن ياخد كل وقتك؟ لا بالعكس، ماما شجعتني جدا وكانت بتشجعني ان انا اكتب واوريها اللي انا بكتبه، وكانت تقول لي لا زودي حاجه. بجد كانت بتشجعني جدا، وهي السبب ان انا اوصل او ان انا اعمله، كتر ما كانت بتقعد معايا او ان انا اكتب او ان انا اوصل للمرحله دي. طيب في قصص ايه هنا حقيقيه تانية يعني على ارض الواقع غير قصه محمود؟ محمود وبنت اسمها سلمى، طفلة اسمها سلمى. طب احنا عايزين طبعا نسمع كل حكاية فيهم ايه بالظبط. تمام، هبتدي بمحمود. تمام. محمود كان عنده كانسر جاله من هو عنده 6 سنين. تعبوا جدا على ما عرفوا ان هو كانسر، كان كانسر في العظم. محمود ابتدى ان هو ياخد الكيماوي، وجاله اكتئاب بسبب الكيماوي، وما كانش بيكلم حد، بس طبعا في المستشفى ساعدوه ان هو يتعامل. عرفوا ان هو بيحب التمثيل، ابتدى يطلع في اعلانات بتاعه المستشفى. واحده واحده ابتدى يعمل عمليات، عمل واحد لغايه دلوقتي 41 عمليه. هو سنه صغير، هو سنه صغير، عمل بتر، ودي حاجه يعني شجاع فيها ان هو يقدر ياخد الخطوه دي، او ان هو يقدر يعمل بتر، فانا بحييه جدا على اللي هو عمله. يعني خصوصا كمان ان سنه صغير ان هو يستحمل وجع الكمية الرهيبة. دلوقتي هو مفروض بيعمل علاج طبيعي، ومفروض ان هو هيتدرب سباحة، فبجد هو ما شاء الله عليه، ربنا يشفيه يا رب يا رب. سلمى جالها الكانسر وهي عندها 10 سنين، برضو في العظم، برضو تعبوا لغاية ما عرفوا ان هو كانسر. هو ثواني بس، عشان انت دلوقتي رحتي لكذا حد وشفتي، هل الكانسر اللي هو بيبقى في العظم ده بيبقى صعب ان هم يكتشفوه؟ شويه يعني الدكاتره بيروحوا لدكاتره كتير، وصعب ان هم يكتشفوه. كان الدكتور بيقول لهم مثلا انت اتخبطتي او وقعتي او كده، انما بيبقوا شاكين في حاجه تانية. ما بيكونوش شاكين انه كانسر خالص. انت بتروحي بتشوفي الاشاعات، بتشوفي الحاجات، يعني بتدرسي الموقف من كل حاجه، كلام الدكتور قال ايه، العلاج والحاجات دي، بتتابعي معاهم كده ولا بتسمعي بس؟ بسمع بس من مامتهم، او مثلا الطفل نفسه هو اللي بيقعد يحكي لي، بدخل بقى في تفاصيل، لا اقول لي كذا كده. بس
بس سلمى عرفوا متأخر ان هي عندها كانسر، وفعلا هو بقى لها سنتين بتتعالج في المستشفى، بتاخد كيماوي وبس، ربنا يشفيها بقى. في حد تاني غير محمود وسلمى؟ في واحد اسمه وليد. وليد دلوقتي عنده 24 سنة، بدأ كان عنده كانسر من هو عنده 16 سنة. عرفوا الكانسر عشان بس اخوه ضربه في رجله، ما كانوش يعرفوا خالص ان هو عنده كانسر، فجأة رجله وجعته وراح للدكتور، عرفوا ان هو كانسر ورم في الرجل. ابتدى يتعالج وفعلا اتعالج من المرض. فجأة اسمه ايه؟ ثواني. هو خد خبطة بسيطة بس من اخوه، فحس بوجع لما راح للدكتور اكتشف ان هو عنده كانسر، يعني ما كانش يعرف من قبل كده. بعد كده دخل العملية، جاله فيروس من العملية، واضطر انه يعمل بتر بعد ما تعالج من المرض، فربنا يشفيه. يعني كمان عايزين نقول ان ممكن تحصل شوية اخطاء بسيطة في العملية تسبب لحاجة تانية اصعب، يعني مش كفاية ان هو ممكن يبقى عنده كانسر، لا ممكن كمان تحصل عدوى او تتنقل له حاجة تانية. يعني انا بوجه بدعي لكل مرضى السرطان ان ربنا يشفيهم ويخفف عليهم ألمهم، لان ألمهم بيبقى يعني جامد جدا، فربنا يشفيهم يا رب. أميرة، طيب بصي، هو الموضوع بيضايق قوي خصوصا لما بنتكلم عن حاجة زي كده، فربنا بجد يشفيهم. يا رب. طيب قولي لي، انت اتأكدتي ازاي من الحالات اللي انت جبتيها من على السوشيال ميديا؟ عشان انا كنت بجيبها من مصدر موثوق، مثلا على فضلت اقرا شويه، يعني ما اقراش مره واحده، لا اقرا كتير. ابتديت ان انا ادخل على اكونتات ناس عندهم كانسر، وان انا اشوف الحاجات اللي هم كاتبينها وانا اكتبها على يعني باسمهم، ان انا اللي اكتبها. يعني حضرتك المقال اللي انت قرياها ورا الكتاب مش انا اللي كاتباها، دي واحده كان عندها كانسر من على النت وكتبتها باسمها في كتاب عشان عجبتني المقاله اللي هي كاتباها وبس. طيب انت عندك مثلا افكار ان انت يعني هتكملي في كتابة الحاجات اللي زي دي؟ ان شاء الله هكمل، بس المرة الجاية بقى هتبقى حاجة مختلفة، هتبقى رواية مش كتاب، فلسه بقى بنشوف. طيب نرجع للفيلم اللي انت قلتي ان انت عملتيه، يعني لو تدينا حاجة بسيطة برضو، نبذة بسيطة عنه. الفيلم عن مشاكل السوشيال ميديا، بيتكلم عن المشاكل اللي السوشيال ميديا عملتها، التنمر اللي ابتدى يحصل بسبب السوشيال ميديا، حالات الطلاق اللي بتحصل بسبب السوشيال ميديا، يعني ما بقاش في صلة رحم، ما بقاش في علاقة بربنا كبيرة، بقت الأولويات بدلت كتير. دلوقتي مش هيطلع، يعني الجيل اللي طالع مش هيبقى سلس بسبب المشاكل اللي بتحصل دي، وازاي ان احنا نحلها، او ازاي ان احنا نتعامل مع السوشيال ميديا بطريقة كويسة. وطبعا القصة لما تتعمل بطريقة مش يعني مش دراما قوي او كده، لا بالعكس، بيبقى فيها حتة يعني حتة برضو كوميديا في النص، ان اللي يتفرج عليه يحب انه يتفرج عليه ويعمل الفكرة او يفهم الفكرة اللي انا عايزة اوصلها من الفيلم دي. انت فعلا عندك حق، يعني انت كمان الموضوع اللي انت ناقشتيه في الفيلم موضوع مهم دلوقتي. اي حد، اي واحده او اي واحد عنده مشكله بيدخل على جروب ويكتب، تلاقي بقى كميه التريقه عليه، ولو حد نصحه يعني بيبقى مثلا البوست عليه مثلا 3000 كومنت، وتلاقي بقى منهم ايه 10 بينصحوه والباقي كله عمال يتريق عليه. بالظبط، فدي حاجه مش كويسه خالص، بالعكس دي بتتعب اللي منزل البوست ده، او بتتعب النفسيه فعلا. فاللي هو احنا ازاي نناقش الموضوع ده بفيلم، بس في نفس الوقت فيلم يتحب انه يتفرج عليه، وان القصص اللي تبقى موجوده في الفيلم تبقى قصص من الواقع، يعني انا اجيب قصص من الواقع مش قصص من خيال السيناريست او من خيالي، ونبتدي ان احنا نعمل عليها كفكره وندخل فيها خيال بسيط بس. وبعد ما الفيلم ما يخلص يبقى فيه امثله من الواقع نطلع منها، يعني نوريهم هم ازاي عدوا بالمراحل دي او التعب. انتي بصي مجنناني وملخبطاني ان انتي اصلا سنك صغير وبتتكلمي في حاجات مهمه، يعني حاجات في مشاكل فعلا مهمه، بس بتناقشيها بطريقه بتاعتك. طيب لو جينا مثلا، طيب اقولك حاجه، قولي كده الو.
الو ماما. الو الو يا ماما. ماما الصوت بيقطع. ايه يا اميره؟ ايه يا ماما؟ هي بتقول لك انا فخوره بيكي جدا جدا. بقول لك انا فخوره بيكي جدا ومبسوطه بيكي جدا جدا جدا. وربي يعني تحققي كل اللي بتتمنيه. يا رب يا رب يا رب يا رب. حبيت اعمل لك مفاجاه واسمع اكلمك. شكرا يا ماما. انا عايزه اوجه لحضرتك كلمه معلش. اتفضلي. اولا انا ببارك لك طبعا على الكتاب اللي اميره عملته. الله يبارك فيكي. شكرا. وعايزه اقول لك ان هي عامله حاجه بجد كويسه، يعني قليل قوي لما تلاقي حد في سنها بيفكر في حاجه ان هي تفيد حد لقدام، او ان هي تتكلم عن مشكله فعلا حقيقيه وتناقشها بوجهه نظرها هي. لا، هي أميرة تفكيرها مختلف جدا. بتحب ان هي تكتب كتير، وبتحب ان هي يعني بتوجه تفكيرها بحس ان هي مختلفة عن البنات، يعني بتوجه تفكيرها لحاجات تانية. بتحب تكتب، بتحب تقرا. هي كاتبة حاجات كتير في الأول، بتكتب خواطر كده صغيرة، وبعدين بدأت بقى ان هي تكتب الكتاب، كتبت قصة الفيلم كده يعني. لا، هو الكتاب اللي هي عاملاه بجد حلو جدا، وكمان الفيلم لما جت كلمتني عليه فكرته برضو بتناقش مشكلة مهمة. ايوه صح، انا قريت فعلا كل اي حاجة هي بتكتبها، انا هي بتاخد رأيي فيها وبقراها. فربنا يوفقها يا رب. ربنا يبارك لك فيها يا رب، وان شاء الله تشوفيها كده كاتبة عظيمة. يا رب يا رب. شكرا شكرا. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. ماما فرحانة بيكي قوي. مشكلة بقى وانا بكلمك وعمالين بنتكلم وبتاع، فانا فاكراكي عندك مثلا 20 22، فبقولك يعني احنا من سن بعض. انا برضو 24 25، فلقيتك بتقولي لي انا 18 سنة. اتصدمت بقى، قلت لها 18 سنة ايه وكاتبة الكتاب ده ازاي؟ قوليلي طب انتي ازاي صحابك ازاي بقى في المدرسه؟ هم اكيد يعني مش كل صحابك هتلاقيهم بيكتبوا ولا بيقروا كتير ولا الحاجات دي. اي حد في سننا عامه او في سنك على طول شغال على الفيسبوك، واتساب، انستجرام، الحاجات دي. يعني بيعاملوكي ازاي؟ بيشوفوكي مثلا مختلفه شويه؟ لا بالعكس، انا اصحابي مشجعيني جدا على اللي انا بعمله ده، وكانوا جنبي جدا في الكتابه دي. انا ما قلت لهمش غير لما خلصت خالص علشان تبقى مفاجاه ليهم، وبالعكس شجعوني جدا وكانوا جنبي جدا. مش حس يعني مش ان انا مختلفه عنهم، لا بالعكس. طب خدتي راي حد من اصحابك في الحاجات اللي انت بتكتبيها؟ باخد رايهم. انا اصحابي من 15 سنه اصحاب. طيب قالوا لك ايه لما قلت لهم ان انت هتكتبي كتاب بيتكلم عن الموضوع بتاع الكانسر؟ لما خلصت وقلت لهم حبوا الفكره جدا، وشجعوني ان انا ابعته لدار نشر. فعلا لما بعته واتقبل، جيهم معايا الشرقيه علشان امضي العقد بتاع الكتاب. فهم حاجه كويسه ان هم جنبي وبيشجعوني. طيب احنا معانا مداخله. استاذ مؤمن. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مؤمن علام. ايوه اتفضل. حضرتك انا جار الاستاذه اميره وصديق ابوها يعني. اتفضل اميره معايا. ازيك يا مؤمن؟ احنا مبسوطين جدا جدا جدا، ونتمنى لها النجاح النجاح النجاح، والف الف الف مبروك، وكلنا بنفتخر بيك يا اميره. شكرا جدا شكرا جدا يا عم مؤمن. ربنا يخليكي وتستعرض. شكرا ليك يا استاذ مؤمن. نكمل كلامنا بقى. تمام. رحتي الشرقيه ومضيت عشان امضي العقد، وطبعا ما سابونيش، فدي حاجه كويسه ان هم جنبي ومش سايبيني. فلا صحابي مش حاسين ان انا مختلفه عنهم خالص. في حد خد الموضوع بشكل اللي هو لا كتاب ايه اللي هتكتبيه، ومش وقت ان انت تبقي تكتبي حاجه زي كده؟ في حد خد الموضوع بالطريقه دي؟ لا خالص، علشان انا لما ابتديت ان انا اكتب الكتاب خدت قرار ان انا مش هقول لحد خالص لغايه ما اخلصه، هي ماما بس اللي تبقى عارفه، او مثلا اللي قايلين لي الفكره او كده، علشان ما واجهش
ما واجهش ده. ولما خلصته ابتديت ان انا اقول بقى ان انا بعت كتاب لدار نشر ومستنيه الموافقه، او ان انا عملت حاجه زي كده علشان ما واجهش اي بقى حاجه من الحاجات دي. لا انت لسه في ثانويه عامه، ما ينفعش الكلام ده. يعني انت كنت عارفه ان انت ممكن تقابلي ناس تقول لك لا يا شيخه كتاب ايه اللي هتكتبيه وحاجات دي، وممكن تفشلي بقى ومش عارفه الحاجات اللي هي بتهبط دي، صح؟ طب الناس اللي زي دي ممكن توجهي لهم كلمه ايه، او توجهي رساله للشباب اللي في سنك تقولي لهم ايه؟ عايزه اوجه ان اوجه يعني ان النجاح مش دراسه او شهاده او بس، لا انت ممكن تعمل حاجه انت بتحبها مع دراستك برضو في نفس الوقت، في وقت الفراغ اللي انت قاعد فيه تقدر ان انت تعمل حاجه اللي انت بتحبها، وهتقدر ان انت توصل، بس انت اتعب عشان توصل للحاجه دي. او الناس اللي بتحبط علشان ما تقدرش ان هي توصل لحاجه كده دراستك اهم او كده، لا بالعكس، انت تعمل حاجه اللي انت بتحبها جنب دراستك، ودي هتساعدك اكتر ان انت تخلص دراسه علشان تكمل في الحاجه اللي انت بتحبها. بس طيب احلامك ايه بقى قدام؟ احلامي قدام ان انا افضل اكتب، وان انا ابقى مذيعه وادخل اعلام وابقى مذيعه او مخرجه، وان انا اكمل بقى في افكار الافلام اللي انا عايزه اعملها، وان شاء الله في حاجات تانية هتتعمل مع الكتاب ان شاء الله، بس لسه يعني احنا هنبقى زمايل ان شاء الله. طيب معانا مداخله، مدام رشا. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اميره طنط رشا، ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. الو. الف مبروك يا حبيبه قلبي، انت تستاهلي كل خير. الله يبارك في حضرتك يا طنط رشا. طب معلش ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ اقفل يا حبيبتي. الف مبروك يا اميره، والكتاب طبعا فعلا فكره جميله جدا، ومبسوطه ان انت بداتي بحاجه زي دي بتهم ناس كتير قوي دلوقتي. وطبعا الموضوع دوت دعم كبير قوي لناس ممكن كلمه يعني بتغير حياته خالص يعني. شكرا يا اميره ان انت عملتي كده يا حبيبه قلبي. شكرا يا طنط رشا ليكي بجد، وفرحانه بالمداخله بتاعتك، والله يبارك في حضرتك. شكرا يا مدام رشا. معانا مكالمه تانية بقى، بس انت اللي تستقبليها. تمام. قولي الو. الو. معلش بس ممكن صوت التلفزيون يوطى شويه. الو. تيتا. الو. ايه تيتا؟ ايه اميره؟ ايه اميره؟ ايه تيتا؟ عامله ايه يا اخت تيتا؟ تمام. عامله ايه؟ مبروك يا حبيبه قلبي، وانا فخوره بيكي جدا، وربنا يوفقك يا رب. الله يبارك في حضرتك يا تيتا. ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي، ربنا يوفقك يا روح قلبي. الله يبارك فيك يا تيتا. ربنا يوفقك، اشوفك مذيعه يا رب، واشوفك احسن من كده واكبر من كده بكتير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي، وسلمي لها على اللي جنبك واشكرها لي. على ايه بس حضرتك؟ يعني انا ببارك لك بخصوص اميره وبخصوص الكتاب اللي هي عاملاه. ربنا يخليك يا رب. شكرا لاتصالك. اهلك كلهم فرحانين بيكي. يعني حاسين ان انت عملتي حاجه مهمه. بتفكري فكره الكتاب اللي جايه تبقى ايه؟ لا هو انا لسه ما فكرتش في الفكره، قلت بقى ان انا اهتم دلوقتي شويه بالدراسه علشان لما اجي اكتب الفكره ابقى يعني اخد فيها وقت شويه براحتي، علشان ما اكتبش فكره وخلاص، يعني تبقى حاجه برضو بتناقش بالزبط. موضوع مهم. طيب الكتاب بقى عرفينا كده، الكتاب هينزل امتى، والناس لو عايزين يجوا بقى يجوا ازاي والحاجات دي؟ الكتاب هينزل يوم 22/1 في المعرض ان شاء الله، معرض القاهره الدولي، وحفله التوقيع هتبقى يوم 27/1 ان شاء الله. ان شاء الله. وانا هبقى موجوده في المعرض من اول يوم لاخر يوم، ف بس هو يبقى موجود. بعد كده هينزل في المكاتب بعد المعرض بشهرين، بس لسه ما نعرفش المنافذ اللي هينزل فيها. ربنا يوفقك يا رب. هناخد مداخله كمان. استاذ خالد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم اميره ابارك لها؟ اميره مع حضرتك. عمو. ازيك يا اميره؟ ازيك يا عمو؟ عامله ايه؟ الحمد لله.
حالك ومبروك. الله يبارك فيك يا عم خالد. وربنا يزيدك كده يا رب. يا رب. ونجيبك مذيعة كبيرة كده. إن شاء الله. يا الله يا مين. إن شاء الله. مؤلفة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله يا عم خالد. شكرا يا أستاذ خالد. أميرة برضو يعني الوقت معاكي جري بسرعة. فعايزاكي تنصحي الشباب نصيحة يعني كويسة، يعني اللي في سنك كده تنصحيهم تقولي لهم ايه؟ أنا زي ما أنا ما نصحت من شوية إن هم فعلا يبدأوا الحاجة اللي هم بيحبوها، ما يوجهوش دماغهم كلها للدراسة أو الشهادة بس، بالعكس وقت دراستك تعمل حاجة اللي انت بتحبها، عشان بعد كده لما تيجي تشتغل أو كده تبقى عامل الحاجة اللي انت بتحبها مش الحاجة اللي انت اتحطيت فيها وبس. بالعكس يعني في شباب دخلوا كليات هما مش حابينها او كده، بالعكس انت لما تعمل جنب الكليه بتاعتك او دراستك الحاجه اللي انت بتحبها بعد كده انت مش يعني هتحب ان انت تشتغل فيها، مش هتحب ان انت مش تلاقي نفسك كانت مكتوم او كده. بس يعني مش كل الناس تدخل الكليات اللي هي بتحبها بالظبط، وممكن حتى ان هو لو دخل كليه هو مش بيحبها فان هو ممكن يعمل الحاجه اللي بيحبها جنبها. انت ادبي ولا علمي؟ انا علمي. علمي كمان؟ اه. انا مش عارفه انت بتفكري ازاي. احنا ايام ثانوي انا والله كنت ببقى مرعوبه، ما كنتش بفكر في اي حاجه تانية غير الامتحان. يعني احنا في اول السنه وبفكر في امتحان اخر السنه. اه لا بجد يا اميره انت فرحتيني قوي. وانا كنت مبسوطه ان انت كنت منوراني في البرنامج. انا كنت مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك والله. حبيبتي ربنا يخليكي، وان شاء الله اشوفك كاتبه عظيمه ان شاء الله، ومخرجه بقى او مذيعه يعني اللي انت حباه. ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى لينا لقاءات تانية، وان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني بعد ما الكتاب ينزل المعرض. في المعرض ان شاء الله. وانت نورتيني قوي وما كنتش عايزه الوقت يخلص معاكي بصراحه. مشاهدينا وبكده تكون خلصت الفقره الاولى، وفقرتنا الثانيه بقى من الحلقه هتتكلم عن الميك اب وازاي نجهز بشرتنا ونجهز نفسنا الميك اب الزفاف والسواريه، وكمان هنتكلم عن الحاجه اللي مجننه البنات اللي هي الكونتور. نطلع فاصل ونرجع تاني.